تحية تربوية عالية في إطار استكمال الدروس عن بعد التي تقدمها مؤسسة ريفرنس أنسي. لنا اليوم وقفة مع درس في حصة النشاط العلمي، ويندرج هذا الدرس ضمن مجال علوم الحياة والأرض. موضوع هذا الدرس النباتات. إذن والدرس الذي بين أيدينا تحت عنوان ما هي أصناف النباتات التي توجد في محيطي؟ ما هي أصناف النباتات التي توجد في محيطي؟ وفي قراءة أولية لعنوان الدرس نلاحظ بأنه عبارة عن سؤال، لأنه ينتهي بعلامة استفهام. إذا هنا يطرح السؤال عن الأصناف النباتات التي توجد في محيطي، أي بالمحيط الذي أعيش فيه. ولهذا الدرس نجد هدفين أساسيين. أولهما أتعرف أهم أنواع النباتات الموجودة بالطبيعة، وثانيهما أتعرف على أوساط عيشها، أي أوساط عيش النباتات. كما جرت العادة سنبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة الملاحظة، وسأطلب منكم ملاحظة الصورة التي لدينا. لاحظوا جيدا الصورة التي بين أيدينا مع قراءة ما كتب تحتها، الصورة تمثل منظر طبيعي، لاحظوا معي مكونات هذا المنظر. يتكون هذا المنظر من نهر وأعشاب توجد على ضفتي النهر وشجيرات وأشجار. أعيد، هناك نهر وعشب متناثر على ضفتي النهر وشجيرات وأشجار. كل هذه المصطلحات التي سمعتم سنتطرق إليها إن شاء الله في هذا الدرس، والوقوف على كل مصطلح على حدة. إذن بعد ملاحظة الصورة سنتطرق أو سنمر إلى المرحلة الثانية، وهي كما تعلمون أي أننا من خلال الصورة سنقترح سؤالا، أو ما يصطلح عليه بأتساءل، ومن بعد ذلك سنقترح جوابا لهذا التساؤل. إذن ما هو في نظركم السؤال الذي سنقترحه؟ إذن السؤال: ما أنواع النباتات الموجودة في الطبيعة؟ بكل بساطة نسأل عن أنواع النباتات الموجودة في الطبيعة. إذن ما أنواع النباتات الموجودة في الطبيعة؟ إذن يجب أن تفكروا في جواب لهذا السؤال. سأترك لكم بعض الوقت للإجابة على هذا السؤال. ما أنواع النباتات الموجودة في الطبيعة؟ أتمنى أن تبدأوا بالتفكير في إجابات. إذن كجواب على السؤال الذي هو ما أنواع النباتات الموجودة في الطبيعة، الجواب: يوجد في الطبيعة عدة أنواع من النباتات. إذن هذا هو جواب التساؤل. الآن سنمر إلى تجربة سنحاول أن ننجزها جماعة. أنتم ستأخذون ورقة وقلم وتدونون الأرقام 1 2 3 4، 1 2 3 4. لدينا في التجربة ألاحظ ثم
أملأ الفراغ بما يناسبه. شجرة عشب شجيرة عشب مائي. أعيد. شجرة عشب شجيرة عشب مائي. لدينا أربعة صور، واحد اثنان ثلاثة أربعة. هذه الأولى هي مكتوب بالأسفل منها: الأرز نبات على شكل. سأختار كلمة من بين الكلمات التالية: الورد نبات على شكل. نفس الأمر، سأختار كلمة من الكلمات التالية: نبات على شكل. سأختار كلمة من الكلمات التالية: الطحلب. سأقسم هل هو شجرة أم عشب أم شجيرة أم عشب مائي. إذن سأعيد. لدينا أربعة أنواع من النباتات، سأحاول وضع الأسماء التالية في المكان المناسب والمخصص لها انطلاقا من الممارسات اليومية ومن المعارف الخاصة. سأتمم إنزال هذه التجربة. أتمنى أن تقوموا بإيقاف الفيديو لإنجازها. يكفي كتابة رقم واحد واثنان وثلاثة وأربعة واختيار هل رقم واحد شجرة أم عشب أم شجيرة أم عشب مائي، اثنان هل هي شجرة أم عشب أم شجيرة أم عشب مائي، وثلاثة نفس الأمر هل هي شجرة أو عشب أو شجيرة أو عشب مائي. ثم الصورة الرابعة هل هي شجرة أو عشب أو شجيرة أو عشب مائي. إذن سنلاحظ أن الأرز أو شجرة الأرز هي نبات على شكل شجرة، والورد نبات على شكل شجيرة، والكرفس هو نبات على شكل عشب، والطحلب هو عشب مائي. سأشرح لكم لماذا. ما هو الفرق ما بين الشجرة والشجيرة؟ الفرق ما بين الشجرة والشجيرة: الشجرة تكون أكثر علوا من الشجيرة، الشجيرة هي تصغير للشجرة، أي أنها علوها لا يتعدى المتر والنصف أو المترين، في حين أن الأشجار تكون ضخمة. الفرق ما بين العشب والعشب المائي: العشب المائي ينمو داخل وسط مائي، في حين أن الأعشاب يمكن أن نجدها فوق سطح الأرض. إذن هذا هو الفرق ما بين العشب المائي والعشب. إذن العشب المائي يوجد دائما في وسط مائي، أما العشب فيوجد في وسط أرضي، فيوجد في وسط أرضي. والشجرة والشجيرة تختلفان باختلاف الحجم، باختلاف الحجم. أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة، كما أتمنى أن تقوموا بتصحيح أخطائكم والوقوف عنها. إذن انطلاقا من التجربة ومن تصحيح الأخطاء التي وردت في إنجازنا، سنعمل على كتابة ملخص من خلال المصطلحات الجديدة التي حصلنا عليها. ويمكننا القول أن النبات يمكن أن يكون على شكل شجرة أو شجيرة أو عشب. وبهذا فملخصنا سيكون أو سيبنى على عنوان الدرس: ما هي أصناف النباتات التي توجد في محيطي. إذن سنكتب
النبات يكون إما على شكل نقطتين شجرة عارضة شو جاي تين عارضة عشرين النبات يكون إما على شكل شجرة شجيرة عشب إذن هذه هي الأنواع الثلاث لأصناف النباتات إما النبات إما يكون على شكل شجرة أو شجيرة أو عشب والعشب كما سبق وأشرنا إما عشب أرضي أو عشب مائي والفرق بينهما أن العشب الذي ينمو في وسط مائي يسمى عشب مائي والعشب الذي ينمو في وسط أرضي يسمى عشب إذن أتمنى كتابة هذا الملخص في دفتر المخصص لمادة النشاط العلمي مع رسم هذه الأنواع مثلا شجرة أقوم برسم شجرة وشجيرة أقل وأصغر منها حجما وأعشاب بمختلف ألوانها مع حفظ هذا الملخص مع حفظ هذا الملخص. أما بما يخص فقرة أثبت أملأ الفراغات بما يناسب شجري عشبي عشب مائي شجيري سأخذ هذه الكلمات وأضع كل كلمة في الفراغ المناسب انطلاقا مما تعلمته في التجربة وانطلاقا من الملخص سأتمم هذا التمرين وهذا التمرين ستقوم بنقله في دفتري وتقوم بإنجازه ولا داعي لرسم هذه الرسوم يكتفي أو يكفي كتابة الأرقام 1 2 3 4 وكتابة هذه الجمل أسفل كل رقم ثم أتممها بالكلمات التالية ولنا تصحيح لهذا التمرين عند بداية الحصة القادمة إن شاء الله ستجدون هذا التمرين أو صورة لهذا التمرين لكي تقوموا بنقله أسفل هذا الفيديو وإلى موعد آخر دمتم في رعاية الله.